على مستوى الخلية، احنا اللي بيحصل في حاجة مهمة جدا في الخلية ضغط الجسدية، انه ازاي الخلية بتموتش. احنا بنعمل بروتينات كتيرة قوي. لا انا بتكلم على عادية، العادية الخلية العادية انها بتعمل، ممكن ان انت احنا بنعمل بروتينات الحين والاخر، يعني عايزين نعمل بروتين للجلد، عايزين نعمل بروتين للسكال، عايزين نعمل بروتين للبريك، عايزين في يعني ملايين البروتينات عايزين نعمل. الخلية دي اللي هي بتعمل البروتينات، بيبقى في انزيم معين بيريجوليتد، ما تزيدش عدد البروتينات في الخلية عن عدد محدد، انها لو زادت تنفجر، فانت يعني بتنظمها كده بطريقة معينة. فعملية بقى لما يكون عندك حاجة زي اللي كانت عندي اللي بيسموها بايلوم، في خلية معينة من البليون خلية اللي عندي اللي هي بتاعت الدم اتجنت، فالنهاردة ممكن تاخد دراج. أنا فاكر عاملة اللي قلت عند حضرتك في المؤتمر، دراج واحد بس 40 مليار. شوف كل السياحة بقى المصرية دي حطها كده جاي مع بعض، واحد دراك بس 40 مليار دولار، اضرب في 7 حاسو كتير عالي. يعني اكتشف يعني اللي عمل هذا الدراك هو بدا في كالتاك، بس في الاول خالص ما كانش عارف ان ده هيكون ليه القيمه التجاريه دي، وهي ده الجمال بقى في العلم الحديث. هو لازم نطلع من التقليد، لازم نطلع من التقليد ان احنا هنعمل الحجر الجيري، هتعمل كتير جدا بس كمية الجزء الحجر قليل، لكن ممكن تعمل دراج واحد بس او كمبيوتر سوفت وير واحد بس. وصلت الغنى بكره. الدراج بقى كان فيه بالظبط عشان ده توصل ده سوبر دي بتاع براسيل. يا سلام، ده ولا عالم العلماء يعني. شفتوا شفتوا الميديا بقى، شوف الحلوه دي، حلوه دي. الدراج ده بقى بيعمل ايه؟ احنا قلت لك الانزيم ده بيعمل ريجوليشن لعدد البروتينات عشان خاطر الخليه السليمه بتاعتك وبتاعتي تبقى دايما محافظه على عدد البروتينات. الدراج ده بيشبك في الانزيم ده بالذات، فبيوقف تأثيره على الخلية دي، فعدد البروتينات بيزيد بتنفجر بتموت الخلية. وبالتالي لو في خلية تعبانة زي واحد من اللي كانوا عندي دول، بتقدر بتاخد الدراج دي بتقدر تقتل هذه الخلية وتنزل بقى عن طريق الكيدني وبتاع وتصرفها وبتاع. وهو ده اللي عامل 40 مليار. ده بقى قد ايه؟ ده فبراير السنة اللي فاتت. واكتشف بطريقه يعني حضرتك استفدت منه في العلاج؟ اه طبعا. والحبايه لوحدها ب 1000 دولار. الحبايه الواحده ب 1000 دولار. ده متعدد الاستخدامات يعني نوعيات معينه ولا في متعدد في حاجات كتير جدا. والجمال في ده يا استاذ ياسر، انا والله يعني بحب صوتي يعني اتكلم كتير جدا في هذا الموضوع في الاعلام. الجميل في العمليه دي ان انت لما تكون فاهم القواعد الاساسيه للعلم، هم عملوا ايه اللي هم عملوا، يبقى في يعني تركيبه معينه للدراج، بعدين بيقعد يفكر زي لاينس بولينج وغيره وغيره انه الحته دي في الجزيء نلعب فيها شويه بالذرات ومش عارف ايه، فيحط عليها 2 من الطلبه بتوعه، خلينا نغير الحته دي ومش عارف ايه، وبعدين نحطها في الفريم اللي احنا بنبنيها دلوقتي، مش كده يا دكتور؟ اللي هو الانيمال فاسيلتي ديت في مدينه، عشان هنعمل تجارب على الفريم، تحطها في الفريم تبص تلاقي ان الفار مثلا اللي كان عنده تيومر هنا ولا راح، تقوم تبدا تفهم ليه هو راح وهكذا.